السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم واحد الفرض ديال المستوى السادس ابتدائي واللي كيخص لاكتيفيتي دو لا غرامير. هذا الفرض غادي يكون عام، ماشي بالضروره مثلا هذا الفرض كيخص فقط التلاميذ اللي كيقراو في لو فرونسي براتيك ولا في باركور ولا في ميز ابرونتيساج. لا، هذا الفرض هذا شامل، يعني فيه الدروس اللي كاينين في باركور واللي كاينين في لو فرونسي براتيك واللي كاينين في ميز ابرونتيساج، كيهم الدروس اللي قريتوها داكوغ في لونيتي 2 و لونيتي 3. اذا نبداو اولا بلا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون مي لا بونكتواسيون كي كونفيان اي انديك لو تيب دو شاك فرا. دونك غادي ندير علامه الترقيم المناسبة، ياك من بعد نانديكي النوع ديال لا فراز، نقول واش فراز ديكلاراتيف، واش فراز انتيروغاتيف، ولا فراز امبيراتيف، ولا فراز اكسكلاماتيف، واش جملة استفهامية، جملة تقريرية، جملة أمرية، ولا جملة تعجبية. داكوغ، دونك هنايا أول حاجة نقراو هاد لي فراز. كيلوغيتيل كيلوغيتيل، دونك هنايا كنبوزي واحد لا كيسيون، كنسول داكوغ، كنطرح واحد السؤال. دونك كنطرح واحد السؤال غادي يتسالى لي باش بوان دانتيغوغاسيون، بوان دانتيغوغاسيون داكوغ. دونك لا فراز لي كتسالى بوان دانتيغوغاسيون كيكون فيها سؤال هي لا فراز انتيغو انتيغوغاتيف، فراز انتيغوغاتيف. فراز انتيروغاتيف، فراز انتيروغاتيف. نمروا لا فراز دو، كيل كوميدي اميزون، يا لها من كوميديا ممتعه او رائعه. دونك هنايا كاين تعجب داكوغ، دونك هنايا كاين واحد ليكسبريماسيون ديال الاعجاب داكوغ، ديال الاعجاب. دونك هنايا تسالا بوان ديكسكلاماسيون داكوغ. لا فراز اللي كتسالا بوان ديكسكلاماسيون بعلامه التعجب هي الجمله التعجبيه داكوغ، ها هي فراز اكسكلاماتيف، exclamative. D'accord, phrase exclamative. La dernière phrase, ferme la porte sans bruit. يعني شد الباب بلا صداع ولا شد الباب غير بشويه. D'accord, دونك هنايا كاين واحد الامر داكوغ، كيامرو بانه يسد الباب غير بشويه. D'accord, دونك هنايا سالا بوان نقطه. دونك هنايا كاين الامر، يعني كيكون في لا فراز امبيراتيف، يعني الجمله الامريه، فراز امبيراتيف، امبيراتيف داكوغ، فراز امبيراتيف. اها، وهنا غنكون ساليت الكاسيون الاول اللي متعلق باش بلي تيب دو فراز، لي تيب دو فراز اللي كيتعلق بانواع الجمل. داكوغ، لي تيب دو فراز. نمروا الان الكاسيون 2. الكاسيون 2 هو كالتالي، كومبليت بار لو غروب نومينال سوجي كي كونفيان، رشيد، فو، لي بارون دو مينا. دونك الان غادي نكملو باش غادي نكملو بلي جروب نومينال سوجي، غادي نكمل بالجروب نومينال سوجي. في كل حاله غادي نكملها اما بالبرونو ولا جروب دو مو ولا نو. داكوغ، دونك رونتر ا لا ميزون، كي رونتر ا لا ميزون سي رشيد، سي رشيد، رشيد رونتر ا لا ميزون. Reviendront demain. Regardez, reviendront se termine par R-O-N-T. Donc, c'est le pluriel. Donc, le pluriel, c'est les parents de Mina. Les parents de Mina. Les parents de Mina reviendront demain. D'accord? Ne bavardez pas dans la classe. Regardez, bavarder se termine par E-Z. Donc, c'est le pronom vous. D'accord? Vous ne bavardez pas dans la classe. D'accord? Donc, Rachid rentre à la maison. Les parents de Mina reviendront demain. Vous ne bavardez pas dans la classe. Donc, la leçon qui est à l'arbèche, le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet. Radin Mro, maintenant, question 3, complète par le connecteur indiqué. Donc, Radin Kemmel, le connecteur mounensif. D'accord. Hna Andi, Radin Kemmel, le jumla, bouah, le connecteur spatial, yani connecteur de lieu. Hnaya, connecteur temporel, yani connecteur de temps. Je suis en vacances, Rabat. Je suis en vacances où? À Rabat. A, c'est un connecteur spatial, connecteur du lieu, qui indique le lieu. Nous avons visité la tour Hassan. Nous avons visité, ou le verbe visiter, nous avons fait le passé composé. Donc, on va dire, la semaine dernière, ou on va dire, hier. Hier, j'ai visité, ou bien nous avons visité la tour Hassan. D'accord? Donc, hier, c'est un connecteur temporel. Donc, c'est la question qui est à l'arbre, les connecteurs. Les connecteurs
connecteurs spatio-temporels. هذا هو الدرس اللي كيتعلق بهذا الكيسيون هذا بهذا السؤال هذا. مروا السؤال الرابع. السؤال الرابع هو انغيشي لا فراز سويفونت، يعني هاد لا فراز هادي هذا هو لو ميساج ايسونسييل. غادي شنو غادي ندير لها؟ يعني غادي نغني هاد لا فراز جي فيزيتي. دونك نكتب هاد جي فيزيتي هكا، جي فيزيتي، جي فيزيتي. قبل منها ندير شنو؟ ندير لو طون. داكوغ، ندير مثلا ايير، ندير ايير، ايير جي فيزيتي لا فيل دو غابا، لا فيل دو غابا يعني مدينة الرباط، pour découvrir les monuments historiques de cette ville. D'accord, de cette ville. هنا شنو درت؟ هنايا درت لو طون، يعني غنيت هاد لافراز. هذا هو كان ميساج ايسونسييل، هو جي فيزيتي. شو شحال ولا داكوغ، يعني توسعت في الفكر. دونك هنا درت لو طون، لا فيل دو غابا سي لو ليو، داكوغ، المكان. وهنايا بوغ ديكوفغيغ لي مونيمون هيستوريك سي كوا؟ سي لو بوت، الهدف. داكوغ، الهدف. دونك كنجاوبو عليه بوغ. هنا لو طون سي كون، هنا لو ليو سي او. داكوغ، سي او. هاد الدرس هذا كيتعلق باش بالاكسبونسيون، l'expansion et réduction de la phrase كيفاش نتوسع في واحد الفكره او كيفاش نلخص واحد الفكره. داكوغ، دونك هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، القناه اللي كندير فيها جميع ما هو تربوي تعلمي، الفروض كذلك، الدروس والاخبار والتوجيهات وكل ما يتعلق بالمنظومه التعليميه. كنتمنى انكم تدعموا القناه بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.